السلام عليكم. في سؤال بيقول ان الغاية من البيم ان احنا الاستشاري يعمل التصميم زي الفل، وبعد كده المقاول يتحمل المشاكل، والملك يبدأ يخصم ويرفض ويعمل بسبب عدم التنفيذ او بسبب ان ما تنفذش البيم صح. تمام. طيب ده كلام جميل. اولا البيم مش للاستشاري بس، لا المقاول كمان بيبدأ يشتغل بيه ويستفاد منه كتير. والبيم مش مع حد ضد حد، البيم ده اسلوب او وسيله بتسهل عليك الشغل. تمام. ممكن الاستشاري ما يستخدمهاش، ممكن المقاول يستخدمها، ممكن الملك يستخدمها. ومش القصد ان احنا نقول ان فلان غلطان ومش فلان غلطان، الهدف ان احنا نتجنب الاخطاء. انا كنت شغال مع مدير كان هدفه الاول والاخير ان لما تحصل مشكله ما حدش يوجه له تهم، يخلي كل واحد يمضي انا اللي عملت دي انا اللي عملت دي، وهو ما عملش حاجه خالص فبراءه. يعني يقول لي ايه، ابعت الايميل دوت وقول ان انت خلصت كذا كذا وان انت مسؤول عن الشغل اللي فيه لكل الناس. فده مش الاسلوب يعني بتاع الشغل، ده اسلوب واحد عايز يلبس ناس. لا، احنا كلنا بنتعاون مع بعض، والبيم بيشتغل بحاجه اسمها انتجريتد بروجكت ديليفري، ان احنا كلنا بنتعاون مع بعض، الاستشاري والمقاول والاوبريشن وكل الحاجات دي من اول يوم بيتعاونوا مع بعض، فمبقاش في تصاد الاخطاء في ان احنا بنتعاون. في لو واحد ناس عنده معلومه بيبدا ياخدها من التاني، ممكن ده مثلا عنده معلومه يبعتها للناس كلها، يعمل لها ابديت في الموديل فالناس كلها تبقى عندها المعلومه ديت. مفيش حد بيحاول يتصيد اخطاء للتاني، لا هو كل واحد بيحاول ان هو يطلع مشروع، نتعاون المشروع يطلع كويس بدل ما نقعد نتعاون في ان كل واحد فينا يثبت ان في مشكله عند الاخر، لا نحاول نتلافى المشكله اصلا. ف يعني البيم حاول تنفذه كويس، وان شاء الله ما تحصلش اخطاء، وان شاء الله ما تحصلش مشاكل، ولو حصل مشاكل بنحاول نتلافاها مش بنحاول نعمل مشاكل اكتر. والنتيجة الإيجابية حتى الآن في مشاريع كتيرة للبيم بتشجع الناس إنها تتجه للبيم، والملك مش هدفه إنه هو يخسر مادام المشروع جه في ميعاده والوقت بتاعه والتكلفة هي هياها. فلو اتطبق البيم صح مفيش حد قاعد يفتي ومفيش حد قاعد يحط التاتش بتاعه، هتلاقي البيم متنفس كويس وهتلاقي مفيش مشاكل إن شاء الله.